هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التاريخ الصف السادس الجزء الأول الوحدة الثالثة حضارات شبه الجزيرة العربية القديمة. ما أهمية السدود؟ اذكر أسماء السدود التي تعرفها في الأردن. النتاجات العامة للوحدة: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة والقيام بالواجبات والأنشطة الواردة فيها أن يستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة، يتعرف الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية، يتعرف نشأة الممالك اليمنية القديمة، يستخلص مظاهر الحضارات اليمنية القديمة، يستنتج أبرز الإنجازات الحضارية لممالك اليمن، يبين مظاهر الحضارة لدولة معين وقطبان وسبأ وحمير، يكتسب المهارات الواردة في الوحدة، يحدد موقع شبه الجزيرة العربية وحدودها، يعين على خريطة شبه الجزيرة العربية الدول المحيطة بها قبيل الإسلام، يشير على خريطة اليمن إلى مواقع الممالك اليمنية القديمة. يتمثل القيم والاتجاهات الواردة في الوحدة. الدرس الأول شبه الجزيرة العربية. أولاً الموقع: تقع شبه الجزيرة العربية على الطرق التجارية في الجنوب الغربي من قارة آسيا وسط قارات العالم القديم بين قوسين آسيا أوروبا أفريقيا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب، وتشمل شبه الجزيرة العربية عدة أقاليم أهمها الحجاز واليمن. في أي قارة تقع شبه الجزيرة العربية؟ تأمل الخريطة الآتية 3-1 وأجب عن السؤالين المجاورين لها. الشكل 3-1 خريطة شبه الجزيرة العربية. بيّن على الخريطة حدود شبه الجزيرة العربية. سمي الدول الحالية التي تشملها شبه الجزيرة العربية. نشاط: بالرجوع إلى كتاب التكوين التاريخي للأمة العربية لعبد العزيز الدوري أو أحد الكتب المتاحة إليك، اكتب تقريراً عن القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية من حيث الموقع والموطن والأصول، ثم اعرضه أمام زملائك. ثانياً أصل العرب: العرب من الشعوب القديمة التي نشأت في البلاد التي عرفت باسمهم بين قوسين بلاد العرب، ويقال إنهم سموا بهذا الاسم لفصاحة لسانهم وبيان لغتهم، وكانوا معظمهم بدواً ينتقلون مع مواشيهم من الجمال والأغنام. ويقسم العرب إلى فرعين رئيسيين، هما عرب الشمال وينسبون إلى جدهم عدنان، ولذلك يطلق عليهم العدنانيون، ومنهم قبائل قريش وبكر وربيعة وتميم. ثم عرب الجنوب وينسبون إلى جدهم قحطان، ولذلك يطلق عليهم القحطانيون، ومنهم قبائل الأزد والغساسنة والأوس والخزرج وكندا. نشاط: بالتعاون مع زميلك اكتب أسماء بعض القبائل العربية وفق الشكل الآتي: الشكل 3-2 العرب، العدنانيون ويتفرع منهم 3 قبائل، القحطانيون ويتفرع منهم 3 قبائل. ثالثا الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام. أحاطت بشبه الجزيرة العربية دول كبرى مثل دولة الفرس ودولة الروم، وكانت دولة الفرس تسيطر على منطقة العراق حاليا، وكانت في صراع مع الدولة الرومانية للسيطرة على شبه الجزيرة العربية، وكان يحكم دولة الفرس ملك يلقب بين قوسين كسرى الفرس، وقد انتشرت بين الفرس الديانة المجوسية بين قوسين عبادة النار. وأما دولة الروم بين قوسين بيزنطة كانت ديانتها المسيحية،
حيث سيطرت على آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، وانقسمت إلى قسمين: شرقية عاصمتها القسطنطينية، وغربية عاصمتها روما، وكان ملكها يلقب بين قوسين بالقيصر. تأمل الخريطة الآتية ثم أجب عن السؤالين اللذين تحتها. الشكل 3-3 خريطة جزيرة العرب تبين الدول المحيطة في الجزيرة العربية، دولة الفرس ودولة الروم. ما هي مناطق نفوذ دولة الفرس؟ ما هي مناطق نفوذ دولة الروم؟ أسئلة الدرس. السؤال الأول: عرف ما يلي. المجوسية، بيزنطة. السؤال الثاني: أعطي سببا لصراع دولة الفرس مع دولة الروم. السؤال الثالث: أكمل الفراغ فيما يلي. ألف: تقع شبه الجزيرة العربية في فراغ من قارة فراغ. ب: الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية هي فراغ وفراغ. ج: يلقب ملك الفرس بفراغ، ويلقب ملك الروم بفراغ. انتهى الدرس.